اهلا بيكو. عايزين في الفيديو ده ان شاء الله نتكلم على السبلاي تشين بتاعت زيكو كافيه، ونتكلم كمان عن ما يسمى بالسبلاي تشين فلو. فنبتدي كلامنا بما هي السبلاي تشين بتاعت زيكو كافيه. لو بصينا على عنصر من العناصر الكافيه بتاعت زيكو دي، هو بيقدم لنا شاي وبيقدم لنا قهوة وبيقدم لنا سكر. لو اتفرجنا على بس السبلاي تشين بتاعت القهوة، بنلاقيها ان هي بتمتد على خطوات كتيرة، من الزراعة لجمع حبوب القهوة للتعامل معاها وتحويلها من الحبوب في صورتها الخام للحبوب القابلة لان هي تطحن تتجهز للشرب يعني، وبعدين بتتنقل ويتعمل لها كواليتي كنترول، وفي الآخر تطلع في صور مختلفة وتطحن وتتوزع على الكافيهات، ومن خلال الكافيهات دي توصل للعملاء بتوعها. فدي سبلاي تشين طويلة بس على القهوة. لكن لو خلينا تركيزنا على سبلاي تشين أبسط اللي بيتعامل معاها زيكو مباشرة، هنلاقي إن زيكو فهو في نقطة النص ما بين السبلاير بتاعت الشاي والقهوة والسكر، اللي هو ممكن يكون محل بقالة، انتربرنور تاني فاتح جنبه، بياخد زيكو الحاجات دي ويضيف عليها خدمة، وهي خدمة ان هو بيطبخ او بيجهز الشاي او القهوة، وفي نفس الوقت بيقدمها في صورة مناسبة للعميل اللي هو بيشرب المشروبات اللي بيقدمها له زيكو، وبيدفع له فلوس، وممكن كمان بيقول له على بعض الملاحظات اللي بيستخدمها زيكو بعد كده لتحسين شكل الخدمة بتاعه. طيب، من خلال السبلاي تشين البسيطة دي احنا هنلاقي ان في خطوات مختلفة بالنسبة لزيكو انه بيعملها. اولا بيشتري المكونات بتاعة الشغل، بيخلطها ببعضها ويقدم المشروبات، بياخد الفلوس والمعلومات من الكاستمر، يروح يدفع للسبلاير بتاعه ويشتري سبلايز تانية، ويبلغ الموردين برضو دول اذا كان في شكاوى او ملاحظات على الشغل، وفي نفس الوقت ياخد الكلام ده ويروح للعملاء التانيين ممكن ويبلغهم الردود على بعض الكومبلينز بتاعته. يعني في إطار الرسومات البسيطة، الرسمة دي ممكن بتوضح لنا الفلو بتاع السبلاي تشين، وده طبعا يجيب لنا الكلام عن يعني ايه الفلو او سبلاي تشين فلو. فممكن لما نيجي نتكلم على السبلاي تشين فلو نلاقي نفسنا بنتكلم على 3 أنواع من الفلو. اولا الماتيريال بتنتقل من السبلاير لزيكو اللي بيعد، وبعدين اذا كان بيوزع بيطلعها في القهوة بتاعته وتروح للكاستمر. في نفس الوقت في فلو تاني للمعلومات، وده رايح في الاتجاهين والكل بيحاول يستفيد منه. في الفاينانشال فلو، وده بيجي من عند الكاستمر لما بيدفع فلوس الشاي والقهوة، بياخدها زيكو يدفع بيها مصاريف التشغيل، وبعدين يدفع بيها مصاريف الماتيريال اللي هو اشتغل بيها، وبالتالي برضو جزء من الفلوس بيوصل للسبلاير في الآخر. الحقيقة دول الثري فلوز بتوع السبلاي تشين، دول الثري فلوز الرئيسيين، بس ممكن نضيف لهم حاجات تانية ويتحولوا إلى 5 flows. لو حبينا نبص على الـ5 flows بنلاقي إن أولا بنغير كلمة material ونكتب product flow، فبيبقى فيه الفلو بتاع البرودكت من السبلاير للكونسيومر،
من خلال الزيكو. في سبلاي اوف انفورميشن سوري فلو اوف انفورميشن فلو اوف فاينانشالز، دول ما تغيروش. لكن بيظهر عندنا نوعين تانيين من الفلوز، وهما الفاليو فلو والريسك فلو. تعالوا نتكلم على الريسك فلو والفاليو فلو مع بعض كده بسرعة. ايه الريسك اللي ممكن يقع على زيكو؟ ممكن زيكو يفتح البيزنس بتاعه وما يلاقيش حد يشتري منه، صح؟ ممكن ما يلاقيش زباين وبالتالي مش هيعرف يشتغل، ده ريسك. برضو ممكن زيكو يشتري السكر والشاي والقهوة وبعدين الفار ياكلهم او تقع عليهم مية ويبوظوا او فهنا ان السبلايز ممكن تبوظ عنده لو في سوء تخزين. ممكن الفلوس تتسرق. فكل الريسكس دي، اي ريسك في الدنيا له تمن. فزيكو بياخد الريسك ده ويحول جزء منه على الكاستمر عن طريق ان هو بيحط هامش على السعر لتغطية المخاطر بتاعة الشغل بتاعه. وفي نفس الوقت جزء من الريسك بيحمله على السبلاير بتاعه، فهنا هو وزع الريسك على الجانبين. الجزء اللي بيحمله على السبلاير انه ممكن بياخد الحاجة عن نوتة زي ما بنقول عندنا، او بالاجل. وهنا طبعا بيبقى في نقل الريسك ده او جزء من الريسك للموردين بتوعه. طيب الكاستمر والسبلاير، ايه الريسكس اللي ممكن يشوفوه؟ لان الكاستمر ممكن يروح ويضطر يدفع الفلوس وهو ما انبسطش، الجو ما كانش حلو، القهوة كان عايزها سكر زيادة، جات له سادة، او بالعكس. ممكن ان ممكن يحصل فساد في الاكل او حاجة غلط تيجي في مكونات المشروبات اللي هو هيشربها، ممكن تؤدي لمرض يجيله. في نفس الوقت السبلاير بيشيل الريسك بتاع الكريدت اللي بيديه لزيكو. والريسك فين؟ ان زيكو ممكن يوصل لمرحلة ما يقدرش يدفع الفلوس اللي عليه، يشهر افلاسه زي ما بيقولوا في البيزنس. وفي حالة ما اشهر افلاسه يبقى كده السبلاير مش هيقدر ياخد الفلوس اللي ليه، فده ريسك بيشيله السبلاير. طيب بالنسبة للفاليو ترانسفير، لأن زيكو بيضيف قيمة للحاجة اللي بيشتغل عليها. ازاي؟ ان بيجي سكر، بيجي شاي، بيجي قهوة، انا بروح اطلب قهوة سكر مظبوط. يبقى هو بيخلط السكر والقهوة مع المية ويسخنهم. ده فيه هنا إضافة للقيمة. انا ما رحتش اشتريت معلقة قهوة ومعلقتين سكر وفنجان ميه، اوكي، انا اشتريت قهوه مطبوخه معموله تتشرب، وبالتالي يبقى ايه هنا، في دي قيمه اضافها زيكو، العمل اللي اضافه للمواد الخام اللي اتعامل معاه. برضو زيكو بيقدم لي قيمه تانية، وهي المكان اللي انا قاعد فيه. المكان ده المفروض بيحافظ عليه نظيف، بيحافظ على ريحته كويسة، بيحافظ على إذا كان في نوع من أنواع الديكورات، الكراسي، الترابيزات لازم تبقى نظيفة ومرتبة بشكل مناسب فده برضو قيمة بيضيفها زيكو على المكان اللي أنا بقعد فيه. فهنا في فاليو ترانسفير برضو بيحققه زيكو في السبلاي تشين بتاعته. وهنا نلاحظ ان السبلاي تشين والفاليو تشين مرتبطتين جدا ببعض، لان الفلو بتاع الفاليو مرتبط بالفلو بتاع الماتيريال. المساله مش مساله زي ما بقول لك انا مش بروح اشتري، لما بروح اطلب فنجان قهوه انا مش باخد معلقه قهوه، لا، ده انا بطلبها في صوره معينه معروفه، فلازم بيضاف لها قيمه. ومن هنا برضو يبقى لازم ننتبه، لأن أي بيزنس في الدنيا علشان يستمر ويكبر ويكسب، لازم البيزنس ده يكون بيضيف قيمة على الخدمات أو المواد الخام اللي بيتعامل معاها،
وبالتالي بيوصل منتج او بيوصل خدمة للعميل بتاعه يكون العميل راضي عنها ومستعد يدفع فيها فلوس من خلالها البيزنس ده يستمر ويكبر ويزدهر بإذن الله. طيب، يبقى احنا في الفيديو ده بسرعة اتعرفنا على شكل السبلاي تشين بتاعت زيكو، اتكلمنا عن الفلو بتاع السبلاي تشين، الماتيريال فلو والفاينانشال فلو والانفورميشن فلو، واضفنا ليهم الريسك فلو والفاليو فلو. من خلال ده دلوقتي احنا نقدر نقول ان احنا اتعرفنا الى حد كبير على الجوانب الرئيسية لما هي السبلاي تشين. عايزين نبتدي ندخل في عناصر بقى اخرى، او بالاصح تفاصيل اكتر في السبلاي تشين، من خلال اللوجيستكس والاوبريشنز والانفنتوري مانجمنت وغيرها من الحاجات اللي هنتعرف عليها مع بعض ان شاء الله. ارجو ان انتوا تكونوا معانا في الفيديوهات القادمة ونكمل الكورس مع بعض باذن الله.